مرحبا من جديد. الجزئية الأخيرة من خلال مساء الأحد، نتجه لجامعة الخرطوم، هذه المنارة السامقة التي تهفو إليها القلوب. هذه المرة مع كلية طب الأسنان، وهم يسيرون قافلة للولاية الشمالية، يعني لضرب أمثال كثيرة جدا في التكافل وأيضا في الوفاء. هذا الوفاء سأتحدث عنه من خلال يعني ذكر اسم القافلة، والتي سميت بقافلة الفقيدة لينا عبد اللطيف، وهي صديقة لكلية الطب، وأيضا يعني الاسم انضم واشتمل على فقداء الدفعة، لهم الرحمة والمغفرة. سعيدين أن نلتقي في هذه المساحة وتحدثنا أكثر الدكتورة لميس عبد الكريم، مسؤولة التصاريح. مرحبا بك، مساء الخير. مساء الخير. سمينا قافلتنا بقافلة الفقيدة لينا عبد اللطيف، كانت صديقة لدفعتنا، صديقة وفية لدفعتنا، وهي من أبناء ولاية دنقلة، اتولدت وتربت هناك، وبكل حزن فارقتنا في شهر 6 الفات، لها الرحمة. فسمينا القافلة الذكرى لفقيدتنا وفاء لها. مرحبا بك دكتورة لميس. في البداية عايزين نتكلم عن القافلة العلاجية المتوجهة للولاية الشمالية. طيب نحن طبعا في جامعة الخرطوم كلية طب الأسنان، واحد من الأعمال التطوعية اللي بنقدمها للمجتمع، طبعا لأنه احنا عارفين إنه أغلب المواطنين السودانيين بالذات في المناطق الريفية ما عندهم معرفة كافية لأنهم يقدروا يهتموا بأسنانهم كويس، فدائما بيمشوا لطبيب الأسنان في خلاص المراحل الأخيرة. وحتى بقول لك الواحد ما بمشي لدكتور الأسنان اللي في الشديد القوي، خلاص بقيت ما قادر أكل، ما قادر أعمل حاجة، فده أدى لانتشار الأمراض. ويعني حتى في ناس يعني نسبة الوفيات ارتفعت بسبب الأسنان، يعني عارفين سرطان الفم، مع ان الواحد بيقول لك الضرس ما بيقتل، لكن طلع الضرس بيقتل. فبسبب الحاجه دي، ونحن عارفين التكلفه حقت علاج الاسنان غاليه، فنحن شديد. يس غاليه شديد، فقمنا درجنا لاننا نقيم قوافل علاجيه وصحيه مجانيه بتتجه لكافه ربع الوطن، بدعم طبعا من الطلاب انفسهم، بدءا من الطلاب للمؤسسات الخيريه والحكوميه بالولايه نفسها وأبناء المنطقة وجمعياتهم الشعبية، وحتى طبعا أهل الخير من البر والإحسان بأنهم بدعمونا عشان نقدر نقوم القوافل دي. جميل دكتورة لميس. نحن هنتكلم عن الدعم في محور آخر، لكن من خلال كلامك إنه أنتوا سيرتوا عدد من القوافل لمناطق مختلفة وولايات مختلفة، يعني برضو نتكلم عنها ونرجع نفصل القافلة دي محور محور. أيوة الكلام ده نحن هنتابعه، لكن يعني هنخليك تجاوبي، هنمشي الكنترول، ومن بعدها هنرجع نتواصل فيما يخص القافلة العلاجية المجانية لكلية الطب طب الأسنان جامعة الخرطوم. مرحبا من جديد. تابعنا القافلة كانت لولاية الجزيرة من خلال كلية طب الأسنان. مرحبا بك دكتورة لميس، كلمينا عن القافلة دي والقوافل التي سبقتها. أوكي. قافلة الجزيرة كانت سنة 2018. القافلة دي استهدفنا فيها
حوالي 10,000 مريض، وده اللي احنا محاولين نعمله في قافلتنا الحالية. طبعا احنا قافلتنا ديكا وقوافلنا كلهم عندنا 3 محاور أساسية. عندنا مبدئيا أهم محور اللي هو المحور العلاجي، وهو ده أكبر محور اللي هو نحن بنستهدف زي ما قلت لك 10,000 مريض. فيه حيكون خلع، حيكون فيه نظافة لثة، حيكون فيه حشوات، تركيبات، وياهو الكشف العلاجي وتوزيع الأدوية. ده زي ما قلت لك أكبر محور. ثاني محور وأنا شخصيا بعتبره أهم محور اللي هو محور التثقيف الصحي والبحث العلمي. طبعا ده بأبسط عبارة ده هو مبدأ الوقاية خير من العلاج. فنحن العلاج هو مهم أي شيء، وإحنا حنقدم علاج، نحن قافلة علاجية، لكن العلاج ده أنا حقدمه لك لحظيا، الحد منضي شنو أنت بعد ذاك حتمشي تعمل شنو، حتهتم بسنونك ولا لا. فأنا بملكك معلومة، أنت المعلومة دي ممكن بعدين تمشي تملكها لغيرك. فنحن عندنا حاجة اسمها، عندنا عبارة اسمها الأورال هيلث بروموشن. البروموشن ده نحن لما نعمله، طبعا نحن عندنا ثقافة السجاير، تعاطي التمباك، الحاجات دي عامة جدا وعادية، لدرجة بتلاحظ في السنين الأخيرة سرطان الفم بقى أكتر شيء. يعني تسمع بواحد قالوا لك استأصلوا له مثلا فكوا كله، والحاجة دي حاصلة وبنشوفها كتير في مستشفيات الأسنان، حسنا نحن خلال دراستنا بنشوفها. فنحن محاولين نخلي المريض ما يحتاج لنا، أنا الطبيبة أيوة شيء، لكن أنا نفسي المريض ما يحتاج لي. فنحن لما نوعيه نحن بنخليه يهتم، عشان أنا لما أجي بعد 5 سنين تاني أمشي ولاية الشمالية ما أحتاج أعالج 10,000 مريض. ده كده محور التثقيف الصحي. والبحث العلمي، البحث العلمي طبعا أنا حأمشي أعمل بحوثات هناك، الحاجة دي حيستفيدوا منها مش نحن بس كطلبة، الحاجة دي حيستفيدوا منها طلاب التانية، ممكن يستفيدوا منها حتى الطلاب برا السودان. في النهاية بحث ومعلومات تلمت ممكن الناس تقراها لقدام. وآخر حاجة عندنا المحور الاجتماعي، المحور الاجتماعي ده أحلى شيء حتكونوا شفتوه في الفيديوهات، بنتعرف على ثقافة أهل المنطقة. لكن نحن أساسيا كده نحن هدفنا اجتماعيا إنه نقلل الفجوة الكبيرة بين الطبيب والمواطن، بين طبيب الأسنان والمواطن. فنحن بنقوي العلاقة بين الطبيب والمريض في طريقة تعاملنا معهم. بلس نحن إضافة دارين في مفاهيم خاطئة عن الطب، وأخص بالخصوص الأسنان. يعني الواحد بيكون عنده خوف كده غير مبرر، دكتور الأسنان لا ما مشي دكتور الأسنان خط أحمر خط أحمر. فنحن محاولين نقلل الفجوة دي، نحن محاولين نفهمهم إنه الأسنان دي حاجة سهلة عادية ممكن تتعاملوا معاه بسهولة، وممكن تمشوا لدكتور الأسنان وأنتم مرتاحين. الموضوع ما مخيف. الموضوع ما مخيف خالص. طيب يا دكتورة سلمى، نحن عندنا الدكتورة لميس، نحن عندنا محطة معدة من الكنترول، نشوفها ونرجع نتواصل.
شفنا جوانب اجتماعية من خلال المحطة السابقة لكلية طب الأسنان جامعة الخرطوم. دكتورة لميس ما زالت هي معنا في جانب اجتماعي مهم لتكوين صداقة بين يعني أفراد القافلة وأيضا بين الأهل في الولايات المختلفة. أنا عايز أمشي لجانب تاني وبيتعلق بالتجهيز للقافلة وأيضا التنسيق مع الولاية والمناطق المستهدفة. أيوة ده فعلا ده جانب مهم جدا وده جانب ده حاليا نحن شغالين عليه وشغالين عليه في الشهر الفات ده كله. وفعليا وجهنا وفد مقدمة كان قبل أسبوعين مشى ولاية الشمالية وفعلا نحن كان عندنا الخيار إنه نمشي ولايات كثيرة. ففعلا الوفد ده مشى وقعدوا مع أهل المنطقة شافوا الحوجة حقتهم عرفوا إنه إحنا دي أكتر منطقة محتاجين لها. فنحن بنقعد مع أهل المنطقة بنلاقي المسؤولين هناك نشوف الدعومات اللي ممكن يقدموها لشنو عشان تساعد في إنها تقوم القافلة. تاني حاجة أنت سألتني سؤال الثاني شنو؟ الترتيبات اللي هي بتتعلق بإنه النقص لياتو ممكن يكون علاج برضو هو فكرة إنه إنسان في منطقة مش منطقة معينة. إحنا نتكلم عن قبل شوية أنا وماجدة وأنت تحت الهواء إنه في فوبيا من أطباء الأسنان طبعا. فكونك تقنع زول إنه يا أخي يجي يعمل تشيك في المقام الأول فيما بعد إذا ظهرت مشاكل ممكن يخضع لعلاج. أيوة فدي مهمة برضو في أي قافلة طبعا بتلعبوا في إطار الجانب النفسي على أي وسيلة. أيوة اوكي حواليك بنلعب في ما بنلعب لا بتهبش يا تويتر سوري ايوه طيب نحن حاليا صح قلت لك وجهنا وفد في الاسبوعين الفاتوا حاليا موجهين الوفد الثاني بقياده الدكتور ازهر عصام والدكتور احمد عبد الحليم محمد عبد الحليم معلش ودكتور يحيى ديل حيمشوا المنطقه غير انهم حيواصلوا تجهيزات سكن المساعدات كلها حتقوم القافله ديل حيمشوا يبدوا يتكلموا مع أهل المنطقة نحن جاييننكم قافلة عشانكم قافلة مجانية حنعالجكم أنتم ما حتتكلفوا حاجة. فالناس حتبدأ تسمع الموضوع الواحد حيقول لك لا أسنان سنوني كويس يا زول خليني وبتاع لكن الناس حيبدوا يوريهم حيبدوا يعرفوا حننشر بوسترات حنوريهم أن الموضوع سهل أنه أنت ما إلا تمشي تطلع ما إلا الحاجة الحالة إحنا حنجي حنوزع لكم معادين أسنان مبدئياً أنت حتيجي حتشيل لك معجون أسنان مجانا حتجي ممكن يعملوا لك نظافة لثة دي حاجة ما حتعمل لك حاجة يعني حاجة سهلة شديد ده يمشي أنظف خشمي ده خشمي يكون شكله حلو. فدي كلها حاجات نحن الناس حتكون متحمسة داري تيجي تعملها خصوصا إنها حاجات مجانية هم هناك ما كان عندهم لها وصول. فدي الحاجات اللي حيعملوها الوفد المقدمة المتجه لمنطقة البنغولا في اليومين الجايين إن شاء الله. شغل تحفيزي يا دكتورة. طيب القافلة دي انتو حتقدموا من خلالها يعني معينات او علاج يعني حتغطوا مناطق كثيرة في الشمالية ولا مستهدفين مناطق محددة؟ نحن طبعا بالود نمشي نزور الولاية كلها لكن وزعنا جهوداتنا على تقريبا 10 مناطق. حنزور منطقة السليم الديم كرمة وكدكول ودني ميري وعندنا الحفير والشيخ شريف وكدقول قلت لك وكرمه برضه. فيعني مستهدفين تقريبا من 10 ل 15 منطقه. طيب المعينات اللي حتقدموها شنو؟ المعينات اللي حنقدمها مبدئيا العلاج المجاني، ثاني حاجه الادويه حتكون كلها مجانا، المريض من هناك ما حيحتاج يصرف اي حاجه. تمام يعني مناطق مختلفه من بين كرمكول ونمشي لجانب برضه ممكن يكون هو جانب مهم في اطار دعم القافله اذا كان من مؤسسات حكوميه او خاصه بالإضافة لخيرية. أيوة. يعني الدعومات هل هي مناسبة الآن لتسيير القافلة وحجم الحوجة في الولاية الشمالية؟ أيوة نحن الآن شغالين في الحاجة دي وبنناشد المؤسسات في الولاية نفسها هنا في الخرطوم بأنهم بكل الحاجات الممكن يدعمونا بها. يعني حتى نحن كرتونة لفظ ممكن تساعدنا في النهاية، يعني دي حاجة حنمشي نقدمها لهم هناك. نحن يعني أنا نفسي أقول لك أنه نحن في القافلة دي سايقين معانا نواب اخصائيين واطباء عموميين امتياز. يعني الطالب ده اصغر حاجه لكن احنا عندنا لحد الاخصائيين حيكونوا ماشيين معنا في الخدمه اللي حتتقدم حتكون خدمه كبيره. فحت يعني اقل مساعده نحن بتكون اتقدمت لنا
تكون يعني مساعدة كبيرة للقافلة، لأهل المنطقة نفسهم. الخدمة في النهاية حتتقدم لهم عشان تكون خدمة على أكمل وجهها ممكن وعلى أفضل صورة. طيب يا دكتورة لميس، يعني عشان ما الناس تقدر تقيف معاكم وتقدم لكم يد العون، يعني كيف ممكن تقدر تتواصل معاكم عشان تصل لكم؟ نحن عندنا رقمين ممكن نتواصل معهم، عندنا دكتور إبراهيم عبد الله ودكتور مصعب حامد. تقدر تجيب أرقامهم معانا؟ أقولهم لك؟ ما في مشكلة، أقولهم تفضل. أوكي، عندنا رئيس القافلة دكتور إبراهيم 012-38-23-23. دكتور مصعب حامد إدريس نائب رئيس القافلة 09-17-228-300. ممكن تعيدهم تاني؟ أوكي، دكتور إبراهيم عبد الله 012-38-23-231، ودكتور مصعب حامد 09-17-222-8300. طيب، نذكر في ختام هذه الفقرة وهذه الحلقة بمواعيد تسير القافلة. القافلة إن شاء الله حتكون يوم 23 متحركين 23 سبتمبر السنة الحالية، وحنكون راجعين الخرطوم يوم 30 سبتمبر. بالتوفيق إن شاء الله. اللهم آمين. شكرا جزيلا دكتورة لميس عبد الكريم، مسؤولة التصاريح في القافلة العلاجية. حابة تقولي حاجة؟ تفضلي لآخر كلمة. حابين نشكر المدير السابق، المنتج السابق للأستاذ مجدي. حابين نشكره جدا لأنه أدانا الفرصة دي، وكان مساعد كبير لنا في أنه نلقى الفرصة في أنه نكون معكم الليلة. شكرا لك يا لميس، نورتينا كثير. لا يسعنا إلا أن نشد على أيديكم ونشكر مساعيكم، وربنا يتقبل منكم إن شاء الله. كتر خير دكتورة لميس. ما هي وصلنا للختام. شكرا لك كسار الحضور الجميل. كتر خيرك، سعيد يعني هذه الرفقة. نلتقي كثير. إن شاء الله دائما مشاهدينا على المحبة، نلتقي إلى اللقاء. مع السلامة.